يوم وش فيك الله يهديك؟ اليوم تدقين علي وأنا مع ندى. المهم هذا نص المبلغ، والنص الثاني بيجيك إذا وافقتي. ولا كلمة ولا حرف. الآن تروح تطلقها، تسحبها من شعرها ترميها في الشارع. أبي أشوفها مرمية في الشارع مدعوس عليها. تخبي علي ها؟ أنا مو أخبي عليك، بس كنت أبغى أتأكد. تأكد من وشه؟ نتائج التحاليل واضحة، واللي لازم أنت تسويه بعد واضح. يما لا نستعجل ونظلمها. أنت شلون تفكر؟ ما عندك مخ؟ عندي مخ، مخي جالس يفكر ليل ونهار في الموضوع. والله السالفة ما تحتاج كل هالتفكير. يمكن معجزة، يمكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمعجزة. معجزة وشو؟ يا بني آدم افهم، أنت ما تجيب عيال عقيم. ما قد سمعتي بناس الله أكرمهم بعيال مع أنه ما كان عندهم أمل؟ إلا أنت، لا حالتك مستحيلة، فاقدين فيها الأمل. وش دراك؟ لا والله، والدكاترة هذول اللي رحنا لهم جوا وبرا كلهم على نفس الكلمة، أنت مفقود الأمل منك. أنا مسوي تحاليل والنتائج تطلع بكرة. أنا مو بقادرة أستوعب أنت شلون قاعد تناظرها، شلون قاعد تكلمها، شلون قاعد معها بنفس الغرفة وهي. يما يكفي تلمحين. تحبها؟ تبي تسامحها يا يما؟ أنا أبغى أتأكد بس. لا مو على كيفك، القرار هذا مو قرارك، هذه سمعة عائلة وأنا ما أسمح فيها. يما حرام عليك، يكفي قسوة. قلت لك هالأشكال ما تقعد في بيتي، فاهم ولا لا؟ تدرين مو بس أنا الوحيد اللي ملعوب عليه في هالبيت. وش ما تقول، ما راح تقعد عندي ولا دقيقة واحدة. أبوي تزوج عليك. أدري. إيش؟ تدرين؟ من أول يوم أدري، وأدري إنك تدري وساكت. وعلى فكرة منصب إدارة المشاريع هذا كان ثمن لسكوتك. يمه أنا إيش؟ تكمل معي اللي بديناه. فلوسي جيب لي إياها من الندى. يعني انت تعرفين انها ونتائج التحاليل بعد تجيني بكره.